السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد أصدقائي. اليوم نتكلم عن الحرمل. طبعا يتصنف الحرمل بالعديد من الفوائد، فقد كان يستخدم منذ القدم عند الإغريق لعلاج بعض الأمراض وبخور لطرد الأرواح الشريرة، وكان يوصف كنوع من الدواء الفعال لعلاج وطرد الديدان في الأمعاء وخاصة الدودة الشريطية، ومنبها للجهاز العصبي، ومدرا لحليب الأم المرضعة، ومحفزا لزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجل. وكان يستفاد من ورقته وبذور وزيته الذي كان يستخدم كنوع من أنواع الدهان لما له من مفعول مهدئ ومسكن للآلام الحادة كآلام عرق النساء والديسك واعتلال الأعصاب والتهابات المفاصل والروماتيزم. يستخدم مغلي البذور لعلاج سكر الدم المرتفع، مفيد لعلاج الصداع المزمن والمفاجئ والصرع، يعالج دوي وطنين الأذن إذا ما تم التقطير به، يساعد على إزالة الخدر والتنميل في الأطراف وخاصة في عرق النساء والضغط على الأعصاب في الفقرات. يستخدم لعلاج مرض النسيان مثلا الزهايمر. وبالرغم من فوائد الحرمل العديدة إلا أنه يجب تناوله بجرعات محددة، ويفضل استشارة خبير ومختص بالأعشاب والطب البديل قبل البدء بتناول كعلاج، إذ إن الإكثار من تناول الحرمل يحوله إلى عشبة سامة، ولا بأس من تناوله بمقدار معين وبنسبة ثابتة وبدون إفراط. فقد تم إجراء العديد من الدراسات على عشبة الحرمل وتحليل لمكوناتها وبيان فعالية العشبة لعلاج العديد من الأمراض، إلا أنه يجب الحذر بالتعامل مع هذه العشبة بتناولها أو شرب مغلي بذورها أو استخدامها كبخور حتى لا تتحول لعشبة سامة قاتلة. هذه كانت معلومات بسيطة عن الحرمل، أتمنى أن استفاديتوا من هذا الفيديو، وشكرا لمتابعتكم.